السلام عليكم، معاكم دكتور أسامة، أخصائي طب الفم والأسنان. هنتكلم النهاردة عن موضوع تقويم الأسنان. تقويم الأسنان دي حاجة بقت منتشرة جدا الأيام دي، فضروري جدا إن أنا أوعي الناس ونتكلم عليها. تقويم الأسنان بحتاجه إمتى؟ بحتاجه في حالات كتير جدا، لو في أسنان مش مظبوطة، أسنان معوجة، أسنان داخلة وطالعة كتير، في مشكلة في العضة، في عادات سيئة، كل دي مشاكل بتحل تقويم الأسنان. تقويم الأسنان ده بينفع لسن إيه؟ بينفع لسن من أصغر حاجة ممكنة اللي هو أول ما الطفل يبدل الأسنان، لحد بنتكلم إلى سن 50 60 سنة، ملهاش حاجة معينة. يعني تقويم الأسنان ملهوش سن معين، دي حاجة لازم نعرفها كويس أوي. إيه هو تقويم الأسنان أصلا؟ عبارة عن بريسز بتتحط على الأسنان زي ما إحنا شايفين في الصورة. البريسز دي بتتحط على تقويم الاسنان او بتتحط على الاسنان دي، بيدخل جواها سلك. السلك ده طبعا بيبدا يتحرك الاسنان على الحركه اللي احنا عايزينها. بنوصل لده على طريق قد ايه وقت؟ بناخد وقت على حسب الحاله، بيختلف من حاله الى اخرى. يعني بنتكلم من 9 شهور لسنتين حسب كل حاله محتاجه ايه. طيب، يعني تقويم الأسنان مش حاجة مرعبة، مش حاجة نخاف منها، مش حاجة إننا أسناني هتبوظ، أسناني هتلخلخ، لا مفيش الكلام ده خالص. طبعا في تعليمات مهمة جدا إن لازم نمشي عليها خلال فترة التقويم، اللي هو الحفاظ على فرشة معجون، مفيش التهابات لسه، مفيش أي بكتيريا بتتجمع حوالين البريسز. الكلام ده كله مهم جدا إننا نعرفه. أشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله، سلام.